أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مشروع القرار البريطاني بإرسال 75 مراقبا دوليا إلى الحديدة وأبعاد القرار المرتقب حول المدينة. قال المبعوث الأممي مارتن جريفيث إن الجولة الجديدة من المشاورات اليمنية قد تعقد الشهر المقبل، مضيفا في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية إن المشاورات ستركز على الجانب السياسي لحل النزاع في اليمن. إلى ذلك وزعت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يطالب بإرسال مراقبين دوليين إلى اليمن. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيعقد الأسبوع المقبل جلسة خاصة للتصويت على مشروع القرار البريطاني. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أبعاد التحركات الدولية بشأن ملف الأزمة والحرب في اليمن، وماذا يمكن أن يقدمه مشروع القرار البريطاني بإرسال 75 مراقبا دوليا إلى مدينة الحديدة. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود بدء النقاش مع ضيوفنا. الأمم المتحدة تتجه نحو تكريس وضع منفصل للنزاع في غرب اليمن، فها هو المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى موسكو بحثاً عن تأييد لمقترح تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن اعتماد 75 مراقباً جديداً في الحديدة وموانئها الثلاث. غريفيث بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الوضع العسكري والسياسي والإنساني في اليمن، حيث كان لافتاً تأكيدات المبعوث الأممي في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية أن موقف إطلاق النار الساري في اليمن حالياً يتعلق بالحديدة فقط. بريطانيا المعنية بملف اليمن في مجلس الأمن بدأت بتوزيع مسودة مشروع قرار جديد من المرتقب أن يقره المجلس الأسبوع المقبل في جلسة خاصة ستعقد لهذا الغرض، ويقضي هذا المشروع بنشر 75 مراقباً دولياً جديداً لفترة أولى مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد. ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع نشر كامل البعثة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، ويدعو إلى دعم مهمتها وإلى احترام طرفي الصراع لاتفاق ستوكهولم، كما ينص على تولي البعثة الدولية مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، ويدعو كذلك إلى إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئها الصليف ورأس عيسى والحديدة على نحو يكرس الوضع في هذه المحافظة وموانئها كمنطقة نزاع منفصلة في البلاد. وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قد أوضح أن عدد المراقبين الدوليين المتواجدين حالياً في مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر قد وصل إلى 20 مراقباً. وتابع دوغاريك في حديث للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن عدد المراقبين يعتمد على الوضع القائم على الأرض، وأن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل مشاوراته في هذا الصدد مع مجلس الأمن، وهو ملتزم بزيادة عدد المراقبين الدوليين لأكبر عدد ممكن. تتجه الأمور إذن إلى المزيد من التعقيد في الساحة اليمنية في الوقت الذي تنصب فيه جهود الأمم المتحدة على إنجاح اتفاق ستوكهولم التي يبدو أن تعثر تطبيقها يهدد مستقبل التسوية السياسية برمتها في اليمن. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الحديدة الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. إذن بداية ضعنا في مستجدات الأوضاع في الحديدة، كيف هي الأمور هناك على المستوى الميداني وعلى مستوى ما يتعلق بإعادة الانتشار ووقف إطلاق النار؟ مساء النور لك ولكافة مشاهدي قناة بلقيس الفضائية. الوضع الميداني في مدينة الحديدة كما هو منذ 18 من شهر يناير الماضي وتوقيت انطلاق الهدنة للأسف الشديد التي لم تتحقق على أرض الواقع. الناس يقتلون في حيس، في التحيتة، في الدريمي، في قرى كيلو 16، في مختلف المناطق التي تم تحريرها من قبل قوات الجيش. الميليشيات تقفز هذه المناطق بالهاون، بالصواريخ كاتوشا، بصاروخين باليستيين في أكثر من منطقة، إضافة إلى المواقع العسكرية التي
تتعرض للقصف، يقتلون الأطفال قنصاً أثناء ذهابهم للبحث عن تدمر العشرات من المنازل على رؤوس المواطنين، ما يحدث في حيث في التحيط حتى هذه اللحظة. على الجانب الإنساني فيها مشاورات السويد، كان يجب على الأمم المتحدة أن تتوجه إلى تنفيذ تلك المشاورات لإيقاف تدهور الوضع الإنساني لهذه اللحظة. فجرا صباح اليوم دارت معارك في جنوب مدينة الحديدة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى قصف ضريع للمناطق السكنية في مديريتي حيس والتحيطة. وبالتالي أخي الكريم، ما يتم من حراك دولي حول الملف الحديدة للأسف الشديد، في الواقع الناس يقتلون تحت سقف الهدنة، الناس يقتلون على مرعى ومسمع المجتمع الدولي، المدنيون أطفالا ونساء وشيوخا هجروا من داخل منازلهم. ما الإفادة التي تحدث بها المبعوث الأممي أو الإحاطة التي تحدث بها المبعوث الأممي لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، للأسف الشديد تحدث أن القتال هدى. نعم هدى، لأن قوات الجيش لم أوقفت تقدمها إلى داخل المدينة واستعادتها إلى الميليشيات، لكن في المقابل كانت الإحصائيات أخي الكريم التي جمعناها وجمعتها الكثير من المراقبين، نحن كصحفيين حتى الآن قرابة 40 مدنيا قتلوا خلال منذ 18 من يناير الماضي انطلاق الهدنة وحتى هذه اللحظة، وأكثر من 310 جريح، وأكثر من 270 منزلا هدمت بكليا أو جزئيا، معظم القتلى والجرحى من الأطفال والنساء. هذا هو الوضع الميداني في مدينة الحديدة التي تنزف، وللأسف الشديد يراد تدويل موضوعها وتحويلها إلى موضوع ميناء وموانئ فقط. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد الحطامي. يرحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري السعودي العميد حسن الشهري. أهلا بك سيادة العميد. إذن يبدو أن هناك تعثر في أو عدم التزام كامل إن صح التعبير بالهدنة في الحديدة ووقف إطلاق النار. هناك حديث عن نشر لمراقبين، ل75 مراقب لمدة 6 أشهر في مشروع قرار بريطاني جديد. المبعوث الأممي أيضا سياسيا يتحدث على أنه سيحاول عقد جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية خلال الشهر المقبل بعد أن كان دعا إليها في هذا الشهر. كيف ترى كل ذلك؟ كيف تتابع كل ذلك؟ مساء الخير، تحية لك والأخ عبد الحفيظ من الحديدة والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أنه الرهان على السلام هو رهان استراتيجي للتحالف والشرعية، ولكن الطرف الآخر لا يعرف لهذا المجال طريق. فالرهان على الانقلاب في قضية السلام أعتقد أنه خيار خاطئ حاليا، لأنه ثبت بالتجربة أنه لن يحقق نتائج إيجابية، والتجارب أثبتت أيضا منذ أن ظهرت هذه العصابة العميلة لإيران منذ 2004 كقوة على الأرض وإلى الآن. والأمم المتحدة أصدرت منذ العام 1947 إلى الآن مئات القرارات بشأن دول في منطقة الشرق الأوسط لم تفعل ولم تعمل أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية لإنجاز أي منها. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة عندما تستثمر في الوقت وهي أحدى وسائل استراتيجية مع الأسف، أو المناورات السياسية التي يخطبون خلفها لتشكيل بعثة أممية وزيادة العدد من 40 في الماضي إلى 75 وزيادة المدة إلى 6 أشهر كخطوة أولى، تأتي بعد خطوات لتدويل الأزمة واختصار أزمة اليمن بشكل كامل إلى ميناء، والهدف هو إبقاء هذه العصابة ونقلها من طرف إجرامي إرهابي إلى شريك سياسي في المستقبل. أنا أعتقد أنه جنوح الشرعية للسلام حاليا مطلب، ولكن لا بد أن يصل لدى مخططي الاستراتيجي لديها أنه لا بد أن تتوقف في نقطة ما، لأنه من يتبع الأمم المتحدة والحوثيين في مثل هذه المراحل كما يسكب الماء ويتبع السراب. الأمم المتحدة مع الأسف تدير أزمة ولا تشارك في حل الأزمة. اختصار أزمة ل 30 مليون مواطن يمني تختصر وتختزل في ميناء الحديدة وصليف وراس عيسى، أنا أعتقد أنها مهزلة سياسية. لكن هذا ألا يفتح المجال للتحالف وللقوات العسكرية التابعة للشرعية أيضا في أن تتقدم في المناطق الأخرى التي
ليست مشمولة في اتفاقات وتفاهمات السويد. نتحدث عن جبهات مثل البيضاء، نتحدث عن جبهات مثل صنعاء، نهم وصعدة أيضا. هذا ما كنا نتأمله، يتأمله كل مراقب وأيضا يتأمله الشعب اليمني، لأنه طالت الأزمة مع وجود قوات هائلة مع الأسف لا تعمل. هناك عشرات والمئات الألوية لا تعمل وأشبه ما تكون بأنها تقتات على الأزمة. ماذا يراد منها في المستقبل؟ لا بد، أنا في نظري أنه حل كل القيادات العسكرية الحالية وتسليم الألوية لضباط وطنيين حقيقيين ليس لهم، ليسوا من فئة مع الأسف ما يعرف بالكرتون، وضع عشرات الرتب من عقيد وعميد ولواء وتوزع بكرتون ورقي على من شاء، وهذه ليست قيادات، لا يوجد احترافية. القائد العسكري لا بد أن تكتمل فيه الشروط ومرتكزات القيادة وقدرته على صنع القرار ومعرفته للتوجه السياسي والمعرفته للبيئة المحلية والإقليمية والدولية، وبالتالي العمل العسكري هو جزء من عملية واسعة في المجال السياسي وغيره إقليميا ودوليا. وما هو حاصل حاليا مع الأسف، لا يوجد في نظري إلا ضباط قلة ممن يستطيع إدارة المعركة، ما الآخرون فمجرد محاصصة، وهذه مشكلة. لا بد من الإعادة وتطوير هيكلة القوات المسلحة، لا بد، هناك ضباط وطنيون حقيقون ليسوا منحازين إلى حزبية أو مناطقية أو جهوية أو أيديولوجية، منحازين فقط ليمن جمهوري موحد ستة أقاليم. أنا أعتقد أنه إذا تحركت جميع الألوية خصوصا في نهم وصرواح والجوف وصعدة وحجة والبيضاء وفك الحصار عن تعز واقتحام الحديدة، هذا حق مشروع لكل يمني أن يطهر بلده من رجس هؤلاء العملاء. وسنصل في النهاية مع الأمم المتحدة وستنكشف الصورة أن الأمم المتحدة تراهن على الوقت على حساب الشعب اليمني، وهذه العملية لا بد أن تكون حاضرة لدى المخطط اليمني سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا وحقوقيا وإنسانيا واجتماعيا واقتصاديا. اتخاذ القرار الآن أسهل من اتخاذ القرار في مرحلة قد يكون المواجهات أشد بكثير. يدرك أن الحوثيين استطاعوا أن يعززوا مواقفهم في الحديدة بآلاف العناصر وبآلاف الألغام سواء فردية أو للمدرعات أو البحرية، تصلهم أيضا لا زالت الطائرات مع تعليق العمليات ووقف إطلاق النار طوال الشهر الماضي إلى الآن، وما حصل في ميدان الافتتاح المنهج أو العام التدريبي للقوات المسلحة في قاعدة العدد الجوية في محافظة لحج، أكبر دليل أنه لا زال هناك لديهم قدرات، بل قدرات تطورت، لأنه ليس من السهل أن تحرك طائرة درون إلى مسافات طويلة وتصل بدقة كبيرة جدا إلى أهدافها. الله حافظ المجموعة كبيرة من التدمير لأنه كانت العبوة قليلة. نسأل الله الرحمة للشهداء والعافية لمن أصيب، ونترحم على كل الموتى في اليمن من أي طرف، ولكن في النهاية هناك عدو اتفق اليمنيين كل اليمنيين على أنه خطر يداهم هذه الأمة اليمنية مع الأسف المكلومة منذ سنوات طويلة. طيب سنعود إلى كل هذه النقاط سيد سيادة العميد، سنعود إلى كل هذه النقاط، لكن دعني أعود قبل ذلك إلى الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أسألك سيد عبد الحفيظ، أن تقول الوضع الإنساني في الحديدة لم يتحسن بهذا الشكل منذ الإعلان عن الهدنة وانتهاء مشاورات السويد، لكن هناك من يتحدث على أن الحالة الإنسانية منذ بداية الصراع وخصوصا عند تركزها في الحديدة زادت تفاقما، زاد النزوح في الحديدة، زادت المعاناة الإنسانية هناك. إذن ما الذي يطلبه السكان والمدنيين في الحديدة؟ ما الذي يريدونه الآن؟ نعم أخي الكريم، سكان محافظة الحديدة يطالبون برفع الحصار عنهم الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على مناطقهم، يطالبون من الأمم المتحدة أن تجبر هذه الميليشيات بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل مدينة الحديدة وإلى المديريات المجاورة، يطالبون بإعادة الخدمات العامة، يطالبون بالأمم المتحدة بمطالبة الميليشيات بكشف خرائط
المتفجرات والألغام المهولة التي تقتل وتحصد العشرات من أبناء محافظة الحديدة وسياراتهم ومركباتهم وحتى ماشيتهم وفي مزارعهم. أخي الكريم، يطالبون بأدنى حق إنساني وحق الحياة وحق الشرب المياه الصالحة للشرب. قصفت هذه المشاريع، مشاريع المياه في التحيطة وفي حيث. أيضا يطالبون بحق الدواء في هذه المناطق وبالذات في مناطق الاشتباك للأسف الشديد والتي تقصفها الميليشيات وقصفت كما عرفتم أحد المجمعات الطبية في منطقة الخوخة التي بناه مركز الملك سلمان. وبالتالي أخي الكريم، هناك للأسف الشديد طبعا المساعدات والإغاثات التي تصل إلى المناطق المحررة، مناطق السكنية قليلة كحيس والخوخة وبعض أجزاء من التحيكة تصل عبر مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي، لكن معظم أو غالبية السكان لا يزالون يرزحون ويرسفون تحت أغلال هذه الميليشيات التي حولت مناطقهم إلى سجون خاصة، والعشرات من أبنائها مختطفون داخل السجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب. أخي الكريم، اليوم مدينة الحديدة تنزف على مرأى ومسمع العالم، والعالم يتحدث عن ميناء الحديدة وعن ميناء الصريف، وسينشر فيها مراقبون دوليون. الناس يحتاجون الى الامان اليوم. ربما سمعتم التصريحات الكثير من ما وصلت الفيديوهات من حيث والتحيطة، يطالبون الامم المتحده نحن نموت ونقتل تحت سقف هذه الهدنه، ويجب على الامم المتحده ان تقوم بواجبها الانساني ما لم، فان محافظه الحديده الموجوعه التي تنزف ستصير وصمه عار في جبين الانسانيه ان استمرت هذه الامم المتحده تتفرج على اطفالهم يقتلون ويموتون جوعا ومرضا وقصفوا بالالغام. هذا منظر مأساوي مروع ومخيف. اخي الكريم، نحن نتحدث في الاعلام عن جزء يسير، ما يحدث في واقع الناس جحيم داخل مدينه الحديده. اذا الوضع مأساوي بكل تاكيد في الحديده، وهناك حاجه لوقف هذه المساء. أشكرك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا عبر الهاتف من الحديدة. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا من الرياض، مستشار وزارة الإعلام السيد مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. إذا مشروع قرار بريطاني يقضي بإرسال 75 مراقبا دوليا إلى الحديدة كمهمة لمراقبة اتفاق الحديدة تستمر لستة أشهر، وحديث على أن من قبل مارتن غريفيث على أن هناك جولة جديدة من المشاورات اليمنية قد تعقد الشهر المقبل بمكان ما. كيف ترى الحكومة اليمنية أو ما هو موقف الحكومة اليمنية من كل ذلك؟ أستاذ مختار، إذا يبدو أن الاتصال لم يجهز مع الأستاذ مختار الرحبي. سأعود إليك سيادة العميد حسن الشهري. كنت تتحدث على مسألة تجهيز، يعني وجود قيادات عسكرية جديدة أو تغيير القيادات الحالية المتواجدة، لكن هناك من يطرح في هذا السياق أن القيادات العسكرية، الجيش الوطني مكبل اليدين الآن. هناك تصريحات لقيادات في الجيش من ضمنها مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني يقول إن الجيش الوطني مكبل اليدين، هناك قدرة لديه على أن يتقدم في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن القرار يمنع، قرار سياسي، لماذا برأيك؟ يفترض أنه سعادة اللواء الذي أدلى بهذا التصريح أن يجيب على هذا السؤال، ولكن نحن لسنا معنيين بالإجابة، إنما نحلل الواقع، ولكن قد أجيبك. لأنه ما لاسه من كبل الجيش هو أطراف الشرعية وليس التحالف، لتكون الصورة واضحة. التحالف قام بعملية عاصفة العزم من أجل استعادة الشرعية، وبالتالي من يكبل ويتخذ مثل هذه التحديات أو الخطوات هم أطراف الشرعية، ولا بد أن نعترف، لا بد أن يكون الجيش اليمني جيشا ذو هوية وطنية، لا جيشا للجمهورية، جيشا لكل أبناء اليمن، لا يفرقوا وتساوى فيه الجميع. لا يجوز أن يكون هناك تجاذبات ومناكفات، وهذا يتبع للحزب الفلاني وهذا يتبع للجهة الفلانية وللقومية وللحراك ولجهة معينة أو للرئاسة أو لحزب ما. هذا لا، غير مفيد، لا في المرحلة هذه ولا في المستقبل. وما شتت اليمن هو استخدام أو بناء قوات مسلحة وأمنية
من أجل شخص أو من أجل زوايا ضيقة تخدم مصالح ليس إلا لا تخدم الوطن. أنا أعتقد أنه طرح السؤال من عبد الحفيظ قبل قليل أنه على اليمنيين يطالبون الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن اليمن لديه قدرات حاليا، فقط ينقصه الإرادة. لا بد من اتخاذ تكون إرادة متواجدة لتتفاعل مع القدرات لتحدث أثر على الأرض إيجابي، ولا ننتظر من الأمم المتحدة. هذه الخطوة مع الأسف خطوة إلى الأمام، ولكنها هروبا من الواقع ومن السلام، وإن كانت تحت عنوان السلام. 6 أشهر كخطوة أولى، ثم 6 أشهر لاحقة، ثم اجتماع وبعده اجتماع، والهدف هو تخفيف الضغط عن طهران، تخفيف الضغط عن الدوحة، تخفيف الضغط عن تحالفات عالمية، وهناك جاذبات عالمية. من يدفع الثمن هو اليمن. وبالتالي إذا امتلك فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الإرادة، فلديه القدرات، فقط ما عليه إلا أن يصدر توجيهاته بتحريك جميع القوات المسلحة المبنية حاليا ولتعد مئات الآلاف، ولديها قدرات، فقط نستدعي الكفاءات الذين بعض منهم في بيته مع الأسف لا يستفاد من خبرته ومن قدراته، ونوجههم إلى المناطق. أنا أعتقد أنه حتى لا بد من تحرير كخطوة أولى في ظل هذه المرحلة والتكيف مع ضغوط البيئة الدولية، أن نحرر صعدة وحجة ونتقدم بقوة باتجاه صنعاء، وصنعاء ستفتح أبوابها إذا تأكدت. لكن الشعب والجماهير في بعض المحافظات الذين لا زالت تنزح تحت أقدام الانقلاب الإيراني في اليمن متخوفون، لا يستطيعون أن يحددوا إبرة البوصلة أين تتجه. ليس لديهم أمان كافي مقابل الشرعية، وليس لديهم أيضا ولديهم مخاوف كبيرة جدا من الأثار والانتقام من الحوثيين. وبالتالي الإرادة هي في يد طيب القيادة. طيب تبقى هذه وجهة النظر عسكرية من قبلك. سنتقل الآن مجددا إلى ضيفي الآخر مختار رحبي الذي ينضم إلينا مجددا، مستشار وزارة الإعلام. أرحب بك أستاذ مختار. ما هي وجهة نظر الحكومة، يعني إذا ما وضعت بالاعتبار ما تفضل به العميد حسن الشهري، ما هي وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بمشروع القرار الأممي الجديد القاضي بإرسال 75 مراقب دولي إلى الحديدة، الحديث عن جولة مشاورات يمنية قد تعقد الشهر المقبل كما قال مارتن جريفيس؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. بالنسبة للحكومة طبعا أعلنت أكثر من مرة التزامها الكامل بالاتفاقية الدولية وآخرها اتفاق السويد فيما يخص ميناء الحديدة القاضي بانسحاب الميليشيات وتسليم الميناء للسلطات المحلية. وبالتالي الحكومة اليمنية ما تزال حتى هذه اللحظة تنتظر تنفيذ هذه الاتفاقيات التي تتملص، وتحاول الميليشيات الإنقلابية عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات، إضافة إلى الاتفاقية السابقة أو إلى القرارات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة وأهمها القرار الدولي 2216. بالتالي ما تم الإعلان عنه والإصلاح عنه عن قرار بريطاني جديد والقاضي بنشر قوات أو مراقبين دوليين في مناطق التماس وخصوصا في ميناء الحديدة، أنا أعتقد أن هذا يعتبر إنقاذ للميليشيات الحوثية التي رفضت تنفيذ القرار التي وقعت عليه، وهي طبعا وقعت قرار وقعت ما يخص الحديدة، إضافة إلى اتفاقية أخرى أهمها الإفراج عن المختطفين وكذلك الأسرى لديها، وهو ما لم يحدث حتى الآن مع مرور أو مع انقضاء المدة المحددة لها لكي إظهار أقل شيء حسن النوايا، وهذا لم يظهر حتى هذه اللحظة. بالتالي أنا أعتقد أن في حال تم إرسال حتى هؤلاء المراقبين وإقرار هذا القرار لن تلتزم الميليشيات الإنقلابية التي رفضت وترفض أن تسلم كلاشينكوف واحد، ورفضت وترفض أن تسلم نقطة تفتيش واحدة على طريق في تعز أو في صنعاء أو في صعدة أو في أي منطقة من المناطق، سواء في هذه الأزمة والحرب أو في الحروب السابقة. فماذا ننتظر منها؟ أن تسلم ميناء الحديدة أو أن تسلم الحديدة ومدينة الحديدة والتعز والعاصمة صنعاء وغيرها؟ هذه الميليشيات لا تعرف إلا لغة واحدة فقط، وهي لغة السلاح ولغة القوة. وعلى المبعوث الأممي وكذلك على المجتمع الدولي أن يعي ويعرف جيدا حقيقة هذه الجماعة التي لا تؤمن لا بالسلام ولا تؤمن بالاتفاقيات ولا تلقي لها بالا للمجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة.
طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد مختار. أعود إليك سيادة العميد حسن الشهري. يعني دعنا نعزل الآن موقف الأمم المتحدة ونواياها تجاه اليمن. هناك من يتحدث على أن الحديدة تعامل من قبل الجميع كمنطقة منفصلة عن النزاع بشكل أو بآخر عن النزاع في اليمن. هذا الأمر هل هو في مصلحة الجيش الوطني والحكومة الشرعية وكذلك التحالف؟ هل يمكن أن يسهم في تسريع عملية التحرير بشكل أو بآخر؟ بداية أتفق مع الأستاذ مختار، والكل يعلم باليمن وغير خارج اليمن الانقلابيين لن ينفذوا أي اتفاق، وطالما أنتم كيمنيين وفي السلطة تعلمون أنهم لا يعرفون إلا لغة القوة، فأعتقد أن الجواب أصبح واضح الآن وماذا عليكم أن تتخذوه. أنا أعتقد أنه عدل الحديدة عن المشكلة اليمنية بشكل كامل خطأ استراتيجي فادح. كان هناك توقعات من بعد طلب وضغوط البريطانية أن الحوثيين سيلتزمون بكل الاتفاقات، ولكن رغم عدم التزامهم لا زالت بريطانيا تسر وتواصل على هذه المناورات السياسية مع الأسف المقيتة لإبقائهم وتمكين هذه الأقلية من المشاركة في حكم اليمن أو استكمال تدميره. لا بد من اتخاذ القرار. القرار العسكري هو الخطوة الحقيقية التي تصنع السلام. لسنا بحاجة محادثات، ومن الخطأ جدا أن ترأس المتحدة طرف إرهابي انقلابي وطرف شرعي وتصبح مظلة ثم تقف مع الطرف الانقلابي الإرهابي ضد الشعب اليمني بالكامل. هناك الأمور أصبحت واضحة حاليا، ومن بيده الأمر هو الرئيس هادي وفريق عمل. لا بد من إعادة هيكلة منظومته وعناصر قوته العسكرية والمدنية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والاجتماعية والإعلامية، والانتقال مباشرة إلى استخدام القوات المسلحة، ولديه قدرات هائلة يستطيع أن يحرر اليمن قبل الستة أشهر التي تود المتحدة أن ترسل 75 مندوب لها مراقب على حساب التحالف أيضا وليس من جيب الأمم المتحدة، وستدوم هذه المدة فترات طويلة، وبالتالي تهميش الأزمة اليمنية وإخراجها من مرتكزاتها الثلاث، المبادرة الخليجية وآلية التمثيلية، مخرجات الحوار الوطني الذي اتفق عليه الجميع، والقرار الدولي الذي كان المرتكز الثالث، والشرعية الدولية لهذا المرتكزين الأولين، وبالتالي الهدف هو إضعاف أو تمييعها أو إخراجها من معادلة. والبدء في عمليات تسوية تجزئية، ننتقل من الحديدة نفشل في الحديدة، ننتقل إلى صنعاء، نفشل في صنعاء، نعود إلى تعز، وهكذا. ومن يدفع الثمن هو الشعب اليمني، طالما الجميع يعلم أن الانقلاب هذه العصابة المتمردة الإيرانية عملية إيران في اليمن، هذه الكهنوت أو هذا الكهنوت لن ينفذ أي اتفاق ولا يعرفون لا إلا ولا ذمة، ويعلم الجميع أيضا أنهم لا يعرفون إلا لغة القوة، فلنبدأ جميعا باستخدام لغة القوة. وقد استطاع الشعب اليمني أن يحرر حوالي 90% من أرضه الطاهرة، ولا يمكن لأي عاقل أن يؤمن أو يقتنع بأن مثل هؤلاء سيصبحون شريكا أساسيا في مستقبل اليمن، لأنه لا لهم لا أمان ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. واستهداف الشعب اليمني بقتله وتحويل الديمغرافي وتهريب المجتمعات المناطق وإحلالهم بعمل، كأننا نشاهد مع الأسف فرض هيمنة لدولة محتلة باستخدام قوة من أجل فرض هيمنتها على دولة أخرى. وهؤلاء يا أبناء اليمن، هؤلاء العملاء لا بد من اجتثاثهم من جذورهم. بعد أن فشلت الثورة عام 62 في اجتثاث الجذور قطعت الرؤوس فقط. أشكرك المحلل العسكري السعودي العميد حسن الشهري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بعودة أخيرة إليك أستاذ مختار، سمعت ما تفضل به سيادة العميد. الحل في نهاية المطاف بيد كما يقول بيد الرئيس عبد الرب منصور هادي والقوات العسكرية. لماذا إذن كان هذا الاتفاق في السويد؟ أولا، الحكومة اليمنية والشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية تتعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة، ولا يمكن لها أن تعيش خارج المنظومة الدولية، لأنها دولة وتتعامل بمسؤولية ولديها مسؤوليات سواء محلية وإقليمية أو دولية.
بعكس الميليشيات الانقلابية التي ليس لديها أي مسؤولية سواء أمام الشعب أو أمام المجتمع الدولي أو أمام المجتمع الإقليمي، فهي تعامل الشعب بالحديد والنار وتقوم بالاعتقالات والاختطافات، وتتعامل أيضا مع المجتمع الإقليمي بإرسال الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية، وتتعامل مع المجتمع الدولي بعدم انضباط وعدم مسؤولية بعدم تنفيذ الاتفاقيات بعكس الحكومة. بالتالي الحكومة لا يمكن لها، هي صح الفخامة الرئيس يمتلك القرار ويستطيع أن يصدر قرار وينهي الاتفاق أو أن يستمر بالاتفاق، لكن أيضا هذه الاتفاقيات هي تظهر حسن النوايا أن الحكومة أن الحكومة الشرعية لن تكون في يوم من الأيام ضد السلام وضد تحقيق السلام وضد التوقيع للسلام، وأن من يعيق هذا السلام والوصول إلى السلام هو الطرف الآخر. هذا باختصار هي الرسالة التي يريد فخامة الرئيس أن يوجهها للجميع. أشكرك أستاذ مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.